لا مش معقول ديانا، كتير بيشبهك البيت. شفتي شو حلو؟ كأن انت اللي فرشتيه. ايه وبتصدق انا ما قلي فيه الا هالكم شغلة اللي نزلته معي. ايه وكيف لقيتي؟ مش انا لقيته، جواد لقيه. مش كتير عم يعملوا يهتم هيدا جواد؟ كيف يعني؟ جيبي لي اكبر لوحة بليز. لا انا بس عم بسأل اذا ملاحظة. ليش ما فينا نتقبل انه بعد في ناس منيحة بهالدنيا هيك بلا ولا شيء؟ نتقبل؟ نتقبل حبيبتي، انا اول وحدة من هول الناس المنيح، بس انه فيكون منيح وبتعجبيه كمان، مش غلط. لا ما بعجبه، واذا بترتاحي تعرفي هو خاطب وعارف وضعي كتير منيح. وضع شو؟ انه في حدا بحياتي. بس جانا ما بعرف، بعرف انه نهيفل ما فقدت عقلتي، ما خوتت بعد، بعرف، بس ما في حدا ياخذ مطرحه بقلبي، ما حدا. بس الحياة بدها تكفي جانا. مكفية ليكي، ها نزلت على بيروت، شغلة جديد، بيت جديد، ناس جديدة، عادي، شو بدي أعمل أكتر من هيك؟ كفاية. تعي بدي أفرجيكي بس شو نزلت معي، بركي بتساعديني. ساعديني لقينه المحل. فرجينا. لكن نزلت كمان كن لوحاتي. واو لك هي شو حلوة.